معانا على التليفون رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. أهلا بحضرتك يا سيادة المستشار. مساء الخير يا أستاذ خالد، مساء الخير يا أحمد يا كابتن أحمد، مساء الخير يا كابتن أشرف. حبيبي يا سيادة المستشار، مبروك على الكاس وألف مبروك على الكاس يا سيادة المستشار. متشكرين متشكرين. أولا يا خالد، بالنسبة للكلام اللي أنت بتقوله دلوقتي عن الفرق الشعبية اللي عندها جماهير زي الإسماعيلي المحترم والمصري المحترم والاتحاد السكندري والمحله، بعدين فرق المحافظات، كان في فريق لدمنهور والمنصوره وكفر الشيخ كان موجود قبل كده، والمنوفيه وطنطا ومنتخب السويس السويس عندك بقى من الصعيد والسويس طبعا، واخد بالك، وعندك كان في بني السويس والدنيا وعيوت وقنا، اعتقد نادي شبان قنا على ما اتذكر يعني. صحيح. المهم يعني شوف، كل اللي بنعمله دوت دي حقن مسكنه. ليه؟ هيبنوا الاتحاد يعاني والمالي يعاني والمصري يعاني لغايه ما تفاجئ ان ما عادش فيه كوره في مصر ولا جماهير. ولا ايه بقى؟ لان انت النهارده يعني محترمي كل الانديه الموجوده في الدوري، احترامي طبعا ليها كلها يعني. نادي سيراميكا، نادي بتاع الادويه فرضا، نادي بتاع ميستر كامباني بتاع الشرقية دخان فاركو، واخد بالك، الانديه دي محترمه ليه؟ ما عندهاش جماهير. هيجي في يوم من الايام المطوشه، ما انا دلوقتي انا بشجع النادي المصري، جماهير جماهير بالالاف المؤلفه، او الاسماعيلي بس، او اتحاد اسكندريه، او اسوان، او اسوان او المحله بس، او طنطا. هيجي في يوم من الايام هتلاقي الانديه اللي هي بتاع الشركات دي، وعندنا طبعا انديه طلائع الجيش، واعتقد حارس الحدود دخل برضه معانا السنه دي، والداخليه تمام، والداخليه، هتلاقي في يوم من الايام ما عادش في كوره في مصر. طب العلاج ايه؟ لا، العلاج بقى عايز تعمل حضرتك دوري الشركات، انا دوري الشركات. مع احترامنا للدوري لوحديهم بنفس المميزات بنفس الكؤوس، وخلي الانديه الشعبيه دي ليها دوري بقى. ده رقم واحد. رقم اثنين، وانت النهارده الدوله رفعت ايدها عن انها بتدي اعانات للانديه او بتساعد الانديه، وده حقها طبعا. ليه؟ لان الدوله اقتصاديا انت عندك ازمات كثيره، ازمه بترول وازمه قمح عشان الحرب اللي قامت دي وقبليها وقبليها، تمام. فقول لي بقى يحيى الكوب يجيب منين؟ محمد مسيح يجيب منين؟ سمير حلبيه وبعده اعتقد الاخ كامل ابو علي يجيب منين؟ مش انت عايز فرق تكسب؟ هم لعيبه، عشان تجيب لهم لعيبه في فلوس، صح؟ طب الانديه ما فيهاش فلوس، واللعيبه هتروح للانديه اللي معاها فلوس. ده وضع طبيعي، ده لاعب، ده محترف، ده اكل عيشه. قالك يعني طارق حامد ساب الزمالك، اللي هو يعني عايز اقول لك ان هو بقاله من 2014 في 8 سنين، خلي بالك، عشان نادي اتحاد جده هديله 20 ضعف. خلاص بالظبط 5 مليون دولار في سنتين. ما انا بقول لك يعني حوالي 100 مليون جنيه، 95 مليون جنيه في السنه تقريبا. انت هتدي له ايه؟ في سنتين وغيره في سنتين سوري. وبعدين سيبك بقى بالانديه السعوديه والاماراتيه والكويتيه والقطريه، نفسنا هنا الانديه المصريه، زمالك، اهلي، يوتشر، سيراميكا، البنك الاهلي، فاركو، دي كلها انديه مليونير يعني، عندهم فلوس، خلي بالك. فانت دلوقتي هتقول لي اسماعيلي، لا الاسماعيلي خوف عليه السنه الجايه لو عدى السنه دي طبعا، اسكندري برضه نفس صحيح طبعا. انت عشان تعرف هو لازم، او لازم يا سياده المستشار، الرعاه او رجال الاعمال اللي بيشتروا انديه، لا يروحوا يرعوا، يبقى في رعاه للانديه الجماهيريه، يعني شركات الكوره بقى، ويكون في، اقول لك ليه ما بيروحوش. في اقرب هزيمه بعض الجماهير بتشتمهم، بيقول لك وتشتم، واخد بالك، برضه في بعض الجماهير للاسف بتخرج عن النص. صحيح، معلوم. انا راجل لما انا بقى في بشتري مثلا فريق في الوسط كده ولا حاجه، يكسب يخسر، ما عندوش جمهور اصلا، لما مش هيبقى عنده مشكله. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، بص يا خالد، لا تحزن من اللي حصل. اللي حصل ده بقاله فتره تراكمات. انا اتشتمت وانت اتشتمت وخالد لطيف اتشتم، تمام، بس احنا في دوله، والدوله دي فيها مؤسسات، وانا والخطيب وكلنا كده تحت العين، يعني احنا مش قاعدين في صحراء محدش شايفنا. صحيح. وكل تصرفاتنا سواء احنا او المساعدين لينا تحت عين الدوله. والدوله عارفه مين اللي عايز يعمل فتنه وبياخد تعليمات من بره، من الاخ الاربعه الواد اسمه علاء صادق، ومين اللي بيحافظ على البلد واستقرار البلد.
شوف يا فندم، الاحداث بدات في يوم المباراه. يوم المباراه للاسف الشديد كان الاستاذ العمري فاروق موجود. انا ما كنتش موجود. انا بكلمك عمال احضر الماتش من قبل. استاذ العمري فاروق بلغ المسؤولين ان في مشكله بين مرتضى منصور واحمد دياب، تمام؟ فخلي بالكم مرتضى لو جه يعمل مشكله مع احمد دياب. احمد دياب رد لما كان في القعده وبلغ انا ما عنديش مشكله. انا عارف ان مرتضى راجل دوله. صحيح. تماما ثاني وخلاف. لا في المباراه قدام الجماهير والملايين بتشوفها احنا ده كلام احمد دياب، خلي بالك. تمام؟ خد المفاجاه الثانيه. انا بقى وصلت. فجاه فالاستاذ عمرو فاروق عايز يمشي. قال مش هنزل المنصه ما دام مرتضى جه، يبقى القصه ما كانتش مين؟ احمد دياب. تمام. خلاص؟ حاولت تعمل وقيعه لكن للاسف الشديد طبعا في دوله وفي سبيل يا وران موجود، كلام الراجل واضح، لو نزلت انت بتكين لو مشيت يعني انت بتكين الدوله المصريه. خلاص؟ كلنا على المنصه. الخروج عن النص هيبقى فيه عقاب للجميع، للي خرج عن النص. كلام واضح، كلام ناس مسؤوله في الدوله. صحيح. نزلنا تحت. خلاص؟ حتى كان الاقتراح انه احمد دياب يبقى بيني وبين الاخ عمرو فاروق لو جراحت يعني، المفروض انا عند مين؟ بروتوكول، لان انا اقدم من عمرو فاروق 100 مره، انا رئيس نادي من 2005 بقالي 17 سنه. تمام؟ انا لما كان عمرو فاروق بيحصل له مشكله كان بيستغيث بيا، واخد بالك؟ انا الراجل الكسبان، انا على اليمين وعمرو على الشمال. فالاقتراح بقى من الدوله خلي دياب اللي المفروض انا هتكلم معاه في النص. تمام؟ الناس كلها متابعه الادب والاحترام ودخلت اتكلمت. رقم واحد لما خرج من الممر الشرف الاخ اسمه عبد الحفيظ، هو خرج بتعليمات انه لا يجرؤ مدير الكوره باي نادي يتصرف تصرف الا ما يستاذن رئيس النادي. كلام واضح. كلامنا واضح عشان ايه؟ ما نستاهلش السيد عبد الحفيظ ما هو فوق طاقته لانه حجمه معروف، عشان يعمل التصرف ده تصرف متفق عليه من رئيس النادي. ده رقم واحد. طيب اللعيبه لما دخلت من ممر الشرف الاول قبل ممر الشرف لعيبه الزمالك راحوا على الدكه اول قبل الماتش ما يبدا سلموا على بعض. صحيح. وبعدين بعد ما الماتش خلص ابتدوا لعيبه الزمالك يروحوا يواسوا لعيبه الاهلي. صحيح. لو انت لاحظت هتلاقي كلهم مع بعض كده منتخب مصر. صحيح. وشفنا انا شفت زيزو وهو بيراح للدكه وبيسلم على اللعيبه حتى وهم في الممر الشرف، حتى لعيبه الاهلي وهي معديه في ممر الشرف بيضربوهم على ضخم بهزار وعلى ظهرهم ولما جاوا ابتدوا يسلموا بقى اللعيبه كلها بلا استثناء عليا ده الادب والاحترام. نحترم الجميع. اللعيبه ابتدت يعني اواسيهم وهارد لك، وجينا عند السلية قلت له انت بلدياتي انت من اجا، واخد بالك، ومن بلد سلمين التمنوت. كلام منتهى الاحترام. تمام؟ الباشمهندس عدى فكاني فاكره. قال لي هو مش عايز يسلم عليا بتعليمات. طب احنا عدينا اليوم ده يا استاذ. في حساب. ليه؟ احنا كنا في حضره رئيس الجمهوريه. ليه؟ مش كان في بيمثله سياده كبير اللواء كبير يا وران؟ صحيح. يبقى اللي كان واقف جنبنا رئيس الجمهوريه. مش واقف جنبنا بس، ده كان واقف جنبنا وبيتفرج على الماتش. هو مش دوله، ده العالم كله كان بيتفرج، كان الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. طب خلصنا من القصه دي، انا عملت مداخله مع مجدي عبد الغني. خلي بالك انا عملت مداخله قبل كده لو تفتكر، وقلت انا مستعد الدوري وانا الاول هو. صحيح. كذا مره بصراحة. ودي وجهه نظرك ورايك يعني في النهايه. طيب. ممكن اي حد يختلف معاك يا سياده المستشار، مفيش مشكله. وانت قلت النهارده مختلف معاك بالرغم انت قلت في قناه زمالك ان انا رئيس مجلس تدريب. بالظبط. تمام؟ ومع ذلك كل احترام ده رايك، وانا قلت رايي. صح. تمام؟ انا رايي من انا راجل كمسؤول. صحيح. شايف انه لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد متدمرين. واخد بالك؟ متدمرين. تمام؟ طيب. على فكره مدرب الاهلي امبارح سواريش هو لسه جاي مصر. قال لك انا قال لك انا عمرها ما حصلت في العالم دي اربع سنين، مفيش واحد بيرتاح واللعيبه مش قادره، وانا ما بعرفش ادرب. اول مره اشوفها في حياتي. قال الكلام ده امبارح. قال لك اول مره اشوفها في حياتي. انا بس عايز اطمن الاول، الصوت واضح؟ لا واضح جدا. واضح يا راجل. تمام. فانا قلت الكلمتين دول، الاخ اللي اسمه عبد الحفيظ طلع في قناه الاهلي، خلاك الاهلي خلاك بقى.
خلي بالك احنا من اول يوم اتفق معاكم ايه، اوعى حد يتعرض للنادي الاهلي. صحيح. ولو تعرض النادي الاهلي لينا كجمهور او اداره او لعيبه تمام او المذيعين اللي عندنا، هندي فرصه مره واثنين وثلاثه وبعدين نرد. كلامي واضح؟ انا طبعا كلامي كان واضح لكم كلكم في الاجتماع. صحيح. خلاص. فالبي رد قال لك ايه؟ الراجل صاحب الفكر الفاسد. انا فكر طب يا عم متشكر، انا فكري فاسد ثاني. خلاص خلاص يعني الله يسامحك. مصطفى منصور جديد بيقول لك الله يسامحك. بعرف اخد حقي كويس. وخلصنا. جينا بعد كده في دولة يا جماعة، رئيس الجمهورية في ألمانيا، طلع من ألمانيا على صربيا، طلع من صربيا على فرنسا، النهارده بيقابل وزير الخارجية الروسي تمام. الجاهل بالسياسة وهموم وطنه يمشي، اللي مش واخد باله ان البلد دي عندها مشكلة دلوقتي علشان الحرب الروسية. احنا طلعنا من موضوع الكورونا ودخلنا كورونا تاني خلي بالك، وموضوع الحرب الروسية الأوكرانية مأثرة علينا في الدولار وفي القمح ومأثرة على العالم كله. ومأثرة علينا احنا جزء من العالم. طبعا طبعا انا بقول لك هي تأثير على العالم كله مش علينا بس. الكلام ده يروح لأنه غبي تمام. فأنا طلعت قلت يا جماعة دي مبادرة مني عشان الدولة. أنا الأول الدولة كانت بتكلمني عايزين نصفي اللي بينك وبين محمود الخطيب، قلت لهم لا ما دام عليا حكم حتى 24 ساعة مش هقعد. أول ما آخد براءة هقعد. أول ما الحكم يتلغي هقعد. كلام واضح. تمام؟ وقت كان الحكم اتلغى بتاع الحبس، طلعت مع مجدي عبد الغني قلت مش في قناة زمان مش عايز أحرجها. قلت له بمدي إيدي لأخويا محمود الخطيب، عايزين نبدأ صفحة جديدة ونجيب بقى رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي ومحمد مساحل حارس كداري وسمير حربية أو كان مشي الأخ كامل أبو علي واخد بالك، والأستاذ سالم الشمسي ورئيس نادي فيوتشر، ونقعد في حضرة الوزير ونعمل بروتوكول إن إحنا عايزين نتعاون علشان بلدنا. أولاً أسعار الضربة في السماء دي في اللعيبة لا لازم تقف. لأن إحنا الخمس أندية اللي مولعين السعر. يعني أنا والفيوتشر والأهلي وبيراميدز وفاركو والبنك الاهلي احنا اللي مولعين الاسعار. خلاص طول ما انا بعرض العب في الاسماعيلي قد اللي بياخده مرتين هيجي لنا، فالاسماعيلي هيقع والاتحاد هيقع والمصري هيقع. انا ما غلطتش على فكره يا سياده المستشار في 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 كره القدم. انا ما اجي اعمل شركه فانا بحط اصول في الشركه دي تمام. انا مثلا عندي صلاح محسن جيب 40 مليون لو اجي او 42 مليون 42 و6 مليون عموله وات ايفر اعلاني جاب وات ايفر. طب انا بتكلم بس على الشركه. اما اكون 42 مليون يا كابتن اشرف وكابتن احمد واستاذ مشار، انا لما اجي احط الاصول دي لازم احط اللاعب بثمنه الحقيقي، لان انا ما ينفعش لا انا اجيبه ب 42 مليون، لما اجي احطه في الشركه هحطه ب 5 مليون طبعا. يبقى كده الشركه بتخسر، لان انا مش هقدر احطه بنفس الثمن اللي هو مبالغ فيه، لان دي مش حقيقه على ارض الواقع، دي مش حقيقه اقتصاديا. الكلام ده اقتصاديا ده سبب الازمه اللي حصلت في بالظبط. اتفضل. تمام. المهم فانا كنت قلت كده، قلت انا هذه المبادره من غير ضغوط، بالعكس كابتن محمود المحامي بتاعك جه يحبسني انا اللي حرسها تمام. هتنزل في اكتر من كده ومستني الرد بتاعك ببيان. كان الرد ثاني يوم اللي انت بقى بتتكلم عليه ان الاخ عبد الحفيظ طلع شتمنا. هل عبد الحفيظ شتمنا من دماغه؟ لا. وفي قناه الاهلي تمام. طب انا مش ممكن يعني ارد مش ارد امسح بكرامته الارض، انما انا متفق مع الدوله. زمان كان في خطه الاستاذ محمود الخطيب بيعملها يسلط الاشكال دي الواد مش عارف مين المعاطي على مين على مين يشتم، واجي ارد يقول لهم الحقوني بيشتمني امي ابويا. خلاص لما يحصل حاجه بلغ. فلما اتشتمنا وانت اللي كلمتني يا خالد امبارح طلبتني مظبوط كده صحيح، قلت لك طب اقفل. كلمت المسؤولين سواء في الشركه المتحده او في الدوله، فالناس قالوا لي بنعمل تحقيق دلوقتي، لقوا انه فعلا ان ده الولد ده بيعمل فتنه ثاني فتنه كبيره وبياخد تعليماته من الواد اللي اسمه علاء كاذب اللي موجود هربان دلوقتي تمام. فالناس المحترمه الشركه المحترمه الدوله المحترمه خدت قرار بحذف الفيديو دون من على كل القنوات اللي تابعه للشركه المتحده. تمام تمام تمام. قرار محترم. احنا خلاص كده ارتضينا. قليل الادب اللي غلط اتربى وشالوا قله الادب رموها في الزباله تمام. خلاص قام الاخ علاء كاذب اللي هربان من مصر، انت عارف طلع ازاي؟ لبس واحده ست واخد بالك وطلع عن طريق الجزائر.
عمل ايه؟ راح مطلع بيان اهو. اتفضل يا باشا. وعلى صدى بيعرف منين؟ خلي بالك بقى. يجيب الاخبار كلها منين؟ بص يا باشا ثانية واحدة معايا، خليك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع بيان انه الساعة اهي، انه الساعة 7 كابتن محمود الخطيب هيطلع بيان. تمام؟ فأنا قلت هيطلع بيان هيعتذر. لأن اللي أخطأ ده موظف عنده. بس يعتذر إزاي وهو عنده مدير التنفيذي بتاعه شتم عضو مجلس إدارة محترم اسمه محمد الضباطي على الهوا مع أحمد موسى. خلي بالك يعني. على فكرة هو النادي الأهلي أساساً قبل الماتش كان طلع بيان إنه هيطلع بيان بعد ال بعد الماتش، أنا فاكر كده صح؟ قال إن أنا هطلع يعني حاجة جديدة إن أنا إيه؟ بعمل بيان إن أنا هطلع بيان، دي جديدة مش مشكلة، مالهاش دعوة يعمل اللي عايزه. تمام. مش دعوة بينا. فالمهم إيه، أنا قلت بقى هطلع بقى قال إيه بقى؟ خلاص الدولة حذفت الفيديو المسيء. تمام. قال لك وجه الكابتن محمود الخطيب بث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأمس والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية تبع الشركة المتحدة تبع الدولة على جميع الحسابات الرسمية للنادي. لا يبات محمود الخطيب اللي مصلح، لا يبات اللي بيتحرر، مش بيتحرر بس هو، لا يبقى كل الصفحات النادي الأهلي اللي بتسيء لأي حد سواء تركي الشيخ أو مرتضى أو نادي الزمالك أو نادي الإسماعيلي بتحريض منك. كلام واضح. ليه؟ لأنك أنت النهاردة كده انكشفت تقول وبتوجه الصفحات، يبقى أنت المتوجه بقى مش سيد ومش علاء صادق بس، ده انت وعلاء صادق ايد واحده. تمام. انا بسال سؤال، هو مين اللي حذف الفيديو؟ انا ده انا اللي حذفته ولا الدوله المصريه لما لقت انه اولا مسيء وانه هيعمل فتنه؟ الدوله. تمام. لما تقول بقى نزلوه على كل صفحاتكم انت بتتحدى الدوله. احنا بره خلاص يا خالد، انا وانت وخالد وسيف احنا بره خلاص. وفي دوله وبتحاسب. انا بقول له كلمتين يا كابتن محمود، اتقي ربنا في بلدك، اتقي ربنا في وطنك، وانا مش هرد عليك. لان الخطه اللي انت كنت عاملها ان فاكر ان انا اطلع ارد واقول انت كذا وكذا، لا شكرا. انا مش هرد عليك لان في دوله هترد عليك. وانا بشكر الشركه المتحده صراحه خدت قرار سريع جدا، ومنها منع سيد عبد الحفيظ في الظهور في اي قناه تبع الشركه. فالاخ اللي بيقول لك ايه الزمالك الدوله بقت المملكه، لا الدوله محترمه المملكه. انت اللي عندك بيغلط وانت اللي بتحرض، وانا كنت بفتكر انت على كاس الدوري انت اللي بتحرض. لكن لما الكابتن محمود الخطيب يطلع بيقول بوجه كل صفحات الاهلي، انت اللي بتوجه؟ شكرا. يبقى الصفحات دي لما بتشتم تتطاول على تركي الشيخ او على السعوديه او على الوداد المغربي او الهلال السوداني، واخد بالك، او على سالم الشمسي النادي بتاعه في ايا كان، يبقى حضرتك اللي بتحرض والمحرض الدوله كشفته. عشان كده انا مش هرد عليك، بالعكس انا بشكر الدوله وبقول طيب. اذا اتاك المزمات من ناقص تعرف انك انت كمان اللي هو المثل اللي بيقول طيب. تمام. وانا مش هرد عليك ولا انت ترد يا خالد ولا نديله اكبر من حجمه يا سياده المستشار. انا ما باجي ارد، انا برد بقيمه النادي اللي انا بنتمي له. لا ولا ترد يعني ترد. لازم يكون ردي محترم، ردي ما فيهوش شخصنه وما فيهوش تقليل من حد. اتفضل. بني ادم ده كان في رابعه وليه صوره في رابعه، عامل علامه رابعه وبيشتم سياده الراي. تمام. وضد الجيش وضد الشرطه. محمود الخطيب عايزه يشتم الناس وتغاضى عن كل دون، دي مشكلته. يا خالد انا لما قلت بمد ايدي نبدا صفحه جديده، الاخ اسامه حسني الاخوانجي جوز بنت الكابتن الخطيب المحترم طلع قال لك نحط ايدينا في ايد الشيطان ما نحطش ايدينا في ايد مرتضى. خلاص يا عم دول ناس خلاص واخدين طيب. خلاص انا بقول لك هو خالد طيب. على المهم القصه دي خلاص وضحت. انا عايز بس الاهم وحضرتك موجود معايا عشان انا بس حاجه ثانيه اهم. اتفضل اتفضل. انا كان عندي النائب محمد حلاوه، انت عارف ده مسؤول طبعا في نادي فيه. تمام تمام. كان معاه الست مدام بتاعته وجيهم زاروني من 3 ايام في البيت وتعشى معانا وعزمني النهارده على العشاء. خلاص. رحت لقيت احمد دياب هناك. والله رحت لقيت احمد دياب. خلاص. احمد دياب طبعا يعني اعتذر وعايزين نبدا صفحه جديده. انا خلاص انا بتسامح. انا والله كويس والله طبعا. لا واحمد دياب كان بيجي نازل انا لسه مخلص دلوقتي على فكره وجيت بلكونه
بتعشى انا وصلاح حسب الله الاهلاوي وطبعا انا عشان ما يعني الحمد لله الحمد لله يا سياده المستشار. هقول لك استاذ احمد دياب وعلاقتك بيه خلاص الموضوع بقى استاذ عمرو البرتقالي الزملكاوي تمام. انا حتى سبت قال لي اكل بقى معين بقى حاجات بتطول جدا كده انا فضلت على العشاء عند محمد. المهم انا قلت انا بتسامح الدوله مش ناقصه مشاكل وده تصرف الكبار يا محمود يا خطيب ده تصرف الكبار خلاص بالرغم من اللي قاله احمد دياب في طبعا لحظه قال لحظه انفعال انا مش عارف الكلام ده خلاص انا سمعت خلاص وهنبدا صفحه جديده مع فيوتشر شيء كويس نادي طبعا فينا حقوق عنده هناخدها في حقوق عندنا هياخدها صحيح تمام ورجعنا رابطه الانديه هيقول لك ايه بقى الماتش اللي جاي افرض الزمالك كسب فيوتشر يقول لك ايه اصل فيوتشر فوت الماتش اي مره احمد علي ضيع ضرب الجزاء يبقى عشان هو كان بيلعب في الزمالك مره مره ابو حميد بسيوني يبقى ما اعرفش مره طارق يحيى ما اعرفش سياده المستشار مره دوري شيلونجو سياده المستشار هو اي لعيب بيجيب في اهله زمالك بيحسب له في تاريخه مش جماهير اهلي ولا جميل زمالك دي عيال مرتزقه هنا وهنا دي عيال عارفه تعمل ايه ده عيال عايزه تعمل فتنه في البلد طيب الفتنه دي وقعت يوم افتتاح القناه اللي انت بتتكلم فيها ليه لما طلعت قلت يا جماعه مصطفى يونس موجود معانا مش عشان يشتم الاهلي لا عشان يبقى عندي والنهارده كابتن اشرف خضر ما انت حضرتك برضو انت قلت ان لازم قناه الزمالك تبقى منبر لكل الانديه المصريه ومنهم طبعا نادي الاسماعيلي نادي العريق والكبير يعني بالظبط كده كل الانديه قول لي بقى اسئلتك انت بتسالني لا انا عايز بس انا بقى عايز اقول لك يعني والله انا مش يعني انا عارف ان انا ممكن اسال اسئله بس عارف ان ردودها مش موجوده لان في النهايه احنا في نص اخر 8 ماتشات فالناس الجمهور مهتم بالصفقات مهتم باشرف بن شرقي ممكن يرجع ولا ما يرجع مهتم بحاجات كده فانا مش عايز اتكلم فيها لكن انا عايز من خلال القناه اشكرك وجمهور الزمالك بيشكرك والانسان اللي بيتعب وبيجتهد عشان خاطر ناديه لازم يلاقي كلمه شكر فانا من هنا بشكرك يا سياده المستشار بشكرك على تعبك وجهدك وربنا سبحانه وتعالى بيدي التعب صحيح بيدي التعب في النهايه ل انا عايز اقول لك ان امير مرتضى طالع اول امبارح عامل حلقه مع ابراهيم فايق مصر كلها بتتكلم عنها عن طريقته واسلوبه فكره امير واحمد كانوا معايا في الاجتماع الاستاذ محمد حلاوه واخد بالك رايحين نتعشى ما تعشاش هو راجل عازمك على العشاء يرد يعني الزياره بتاعته صحيح خلاص ففوجئت لقيته احمد دياب وراجل بادر شديد واعتذر ونبدا صفحه جديده وبنبدا صفحه جديده مبروك الكاس مبروك الكاس مبروك الماتشات واحنا بنجتهد الدوري مش حاجه مضمونه دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وانا قلت للعيبه الكلام ده اللعيبه الكلام دون انسى انك انت خلاص لا كل ماتش اعتبره ماتش كاس طبعا صحيح عارف قبل المكافات تبقى 15 يبقى 30 تبقى 45 طب والله كويس واحنا كده 60 واحنا ماشيين كده لعيبه رجاله جهاز فني على اعلى مستوى مدير فني محترم جدا جدا عمل من فتيخ شربات بالنسبه عمل فتيخ شربات طيب تمام بصراحه الناس كانت بتقول عليه انه يعني كان متخوفين من الولايه الثانيه يقول لك الولايه الثانيه دايما مش ناجحه يعني فاهم قصدي بسم الله ما شاء الله الحمد لله 10 متخوفين يا كابتن خالد في الماتش اللي بعد الكاس كان يقول لك دايما الزمالك بعد الكاس بعد اي بطوله يعمل لنا مصيبه انت عايز عارف اقول لك حاجه يا سياده المستشار انت عارف ان فريرا بيتصوروا النهارده اللعيبه مع الكاس والدوري وبتاع ما رضاش يتصور قال لك انا ماليش دعوه مش انا اللي جبت الدوري وما تصورش بالدوري شوف شوف احترام الراجل لا هو راجل متصور بالجهاز ايه مدرب كبير موضوع تاني خالص فريرا ده انا بالظبط ده اعظم مدرب جه في مصر طيب انا عايز اقول لك حاجه نشكر برضو اسامه طبعا واحمد عمصود وايمن طاهر والدكتور محمد اسامه الجهاز اللي جاله طاهر ونشكر وامير طبعا وامير طبعا واولاد صاحب العزبه نشكر عشان يتكلم كتير يعني لا ونشكر طبعا من اصغر عامل في وسط الملابس صحيح نشكر انا بشكر طارق حامد وبشكر ابو جبل وتم يعني حتى في الفيديو الاخير ربنا يكرمهم استقبالهم استقبالكم اما اشرف بن شرقي فالراجل قال لي انا شخصيا اني اروح اجسدي انا ونجم ونقعد بقى نفكر مع عائلتنا لو في خير ان احنا نرجع هنرجع لكن بشكره جدا 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 لاعب محترم محترف هو ونجم وزي ما على فكره بشكر ساسي ساسي لما يا جماعه لما مشي والله العظيم الراجل كلمني في التليفون كان في قطر قال لي انا ما كنتش عارف مين رئيس النادي
انا كل شويه واحد يجي لي انا فنان، هو فنان ومحترف وعايز يضمن حقه. طيب في النهايه يا سياده المستشار، بس يعني كلمه اخيره حضرتك توجهها لجمهور نادي الزمالك اللي عايز يطمن على الفرقه في في في, في مع نهايه السنه ومع بدايه موسم جديد. عايز اقول له اولا بشكرك جدا، انت اعظم جمهور في الكون، انت جمهور عظيم جدا. الجمهور معدنه بيبان في الشده. طب لكن الجمهور اللي فرقه بتكسب على طول خلاص يعني بالنسبه له يعني هو وضع طبيعي اللي هو فرحان. انما ان يقف معاك جمهور في كل ازماتك وكل كبواتك قبل انتصاراتك يبقى جمهور عظيم. يبقى جمهور توعدهم بيه يا سياده المستشار، يعني انت دايما تقول في 9 صفقات وما اعرفش ايه احسن صفقات باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. يعني حاجات في قيمه زي اشرف بن شرقي كده. يعني مش هقول احسن لكن بكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب كلمه اخيره، طالما كابتن اشرف خضر معانا، كلمه اخيره او كلمه توجهها لجمهور الاسماعيلي العظيم اللي انت كنت اول ما كنت وكيل نيابه في اول مره في حياتك كنت متواجد في هذه المحافظه الجميله اللي بتعشق كره القدم عشق غير طبيعي، تقول لهم ايه؟ انا كان عندي 20 سنه ونص يعني لسه عيل. واتخرجت وده اول بلد رحتها الاسماعيلي اشتغل فيها. والفرح بتاعي عملته في الاسماعيليه. يعني انت متجوز في الاسماعيليه؟ الفرح عملته هناك. طبعا متجوز من مدغمري بلدي. ايوه يعني متجوز في الاسماعيليه، يعني فرحك في الاسماعيليه يعني. شغله كمان. عمل في نادي الظنفار. الاسماعيلي هو طبعا اشرف عارف. اشرف عارفه طبعا. ايوه طبعا. اميره بنتي مولوده شهاده ميلادها الاسماعيليه. تمام. يعني انا عندي بنتي اسماعيليه. وبعدين رحت بعد كده اسكندريه وكنت في اسكندريه عشقي برضه زي المنصوره بلدي. احمد اتولد هناك ولا ايه؟ احمد اتولد في الفيوم، انا وكيل نيابه الفيوم. انت اولادك كلهم في المحافظات حسب الشغل. هو امير هو اللي متدلع، اتولد في القاهره. رحت لا ورحت ابنوب والبداري وسوهاج وكفر الشيخ، لا انا لفيت طبعا الحمد لله. تقول بقى ليه جمهور الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي؟ جمهور الاسماعيلي اتحمل، لعيبتك مظلومه. والله العظيم انت عندك احسن لعيبه. بس الامكانيات اديهم الثقه وان شاء الله تعدي السنه دي على خير. لازم تعدي السنه دي على خير. ودايما اقول يا دوله انت عايزه الاسماعيلي والاتحاد والمصري ما يعوش، اقفي معاهم. صحيح. وده مش عيب. والانديه الكبيره برضه يبقى في اعارات وتعاون. لا دي معروفه طبعا يعني. يعني اثر اكتر هو محمد الشامي ده من الزمالك، دونجا من الزمالك، مدبولي من الزمالك. لا انا عندي والمصري نفس القصه بصراحه. والاتحاد السكندري تعلقاتك وياه. الاتحاد السكندري طبعا طبعا اخويا محمد متلحق. بالك فانا بقول لجمهور الاسماعيلي اصبر على نتيجه السنه دي، هتعدي باذن الله على خير باذن الله. ومن السنه الجايه انا بناشد وزير الشباب والرياضه زي ما بتدعم المنشآت، لا دعم الفرق اهم من لانه جميع المنشآت يعني جمعيه عموميه. مع احترامي للجمعيه العموميه طبعا، جمعيه دماغي وناس محترمه ونجحت معاهم بالساحه، انا بنجح في 92. لكن الاسماعيلي عنده جماهير هو مصر. انا متخيل يا سياده المستشار لو الاسماعيلي ده بقى في قوه بيراميدز مثلا او قوه الزمالك والاهلي والمصري، ده الدوري هيبقى عامل ازاي؟ هياخد الدوري ثاني اسماعيلي في اسماعيليه. اقول لك حاجه، هي مش الدوله بتدعم البنزين بالظبط، الدوله مش بتدعم العيش. لا جمهور الاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري والمحله وطنطا واسوان والدير سعيد عندهم بالملايين محتاجين الدعم ده، عايزين يفرحوا لان هي كره القدم متعه. انا بنشد الدوله، انا كزمالك يعني انا النهارده راجل استلمت النادي يا خالد، عارف ما عنديش ولا مليم، مش ما عنديش ولا مليم، لا مديون بملايين. انا الحمد لله خزنتي فيه ربع مليار جنيه. الحمد لله. انا بقدر اجيب موارد، الاسماعيلي هيجيب منين؟ الاتحاد هيجيب منين؟ المصري هيجيب منين؟ اللي بالك. فمن فضلك يا سياده وزير الشباب ويا دوله سياده رئيس المدراء المحترم، انا مش هزعل لما ادعم الاسماعيلي والمصري والاتحاد والانديه الشعبيه ديت. وطلع بقى عايزين نشوفنا ممرور وكفر الشيخ ومنصوره وطنطا وادت تشوف دوري جماهير. شوفهم يا جماعه. صحيح. فين ايام دي؟ والمنوفيه ودمياط. اللي بالك. والسويس زي ما انت قلت، الانديه دي يا جماعه لازم تقد وتطلع. هي دي الانديه اللي عندها جماهير. صحيح. هي متعه كره القدم الجماهير. صحيح. النهارده لما بيكون في مسرحيه ما فيهاش حد، لو عادل امام مالك الكوميديا هيبقى نفسه مقفوله هيروح. كابتن سياده المستشار، يعني برضو عايز قبل ما اقفل معاك، برضو اعتقد ان حضرتك مهما حصل مادد ايديك، مصلحه الدوله فوق كل شيء، قيمه الزمالك والاهلي
قيمة كبيرة جدا، سيبقى التنافس إلى ما لا نهاية، ولكن لابد أن يكون الاحترام متبادل ما بين الجمهورين، ما بين الإدارتين. لسه مدد إيديك؟ طبعا مدد إيديا، وبقول تاني برغم اللي حصل ده بعتبره عبث عيل صغير، خلي بالك. برغم التحريضة برضه عبث، أنا في دولة بتعامل مع دولة، بتعامل مع شعب أنا خايف عليه. أنا مش خايف من محمود الخطيب، أنا خايف على البلد اللي بالتصرفات دي. وفي نفس الوقت برغم احنا اتشتمنا بندي ايدينا تاني، صحيح، نكون مستنيين المبادره ترد على المبادره. واللي مش شايف النادي الاهلي هرم من الاهرامات الرياضيه، مش كره القدم بس، في مصر والعالم زي الزمالك بالظبط، يبقى اعمى. صحيح. خلي بالك انا عمري في حياتي ما غلطت في جمهور الاهلي، عمري في حياتي. اوعى تنسى ان انا محامي زينب هانم زوجة المرحوم صالح سليم، الله يرحمه، كرم صالح سليم في نادي الزمالك، هو مصطفى منصور، خلي بالك. صحيح. واللي شغل كابتن نادي الاهلي في قناه الزمالك هو مرتضى منصور. فانا مدي ايدي على طول، اتمنى ان شاء الله يعني يحكم هناك الناحيه الثانيه ان شاء الله، نعرف ان احنا كلنا عايشين في وطن. والوطن دون اذا لما خدناش بالنا ان معظم النار من مستصغر الشرر، البلد دي ممكن تضيع. يعني عايز اقول لك حاجه، ده كان في خلافات غير طبيعيه ما بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس اداره الاهلي، وفي الاخر حصل دي رياضه كابتن. يعني انا قصدي يعني عادي يعني، وعلى فكره يعني الناس كلها بتختلف وبتتفق، الحياه مش هتمشي على وتيره واحده، لكن طبعا قيمه الزمالك والاهلي هي قيمه مصر، يعني ما دول جمهورين بيعشقوا كره القدم موجودين في كل حته في بقاع مصر، وبالتالي لابد ان تكون العلاقه تنافسيه فقط داخل الملعب. ان صوت العقل يحكم ان شاء الله، وان التحريض المستمر ان لما تقعد تشتم رئيس النادي وتستفزه، انا قلت لك خدت قرار انا مش هرد. ليه؟ لان الخطه اتعرفت، استفزاز الشتيمه ارد، الحقوني، شتمني، شتم امي، شتم اختي، والكلام ده ما حصلش. تمام تمام. ومع ذلك بقول تاني اهو من فضلك، عايزين نقعد مع وزير الشباب والرياضه ان شاء الله، نجيب كل رؤساء الانديه دول ونعمل بروتوكول محترم. صحيح. بروتوكول محترم يحضر فيه اتحاد الكوره ورابطه الانديه ونلتزم جميعا. صحيح. واللي يغلط هيتحاسب. صحيح. وعلى فكره افضلكم من بدا بالسلامه، يعني الافضل اللي بيبدا بالسلام وبيبدا بالود والمحبه. يا مريم في السلامه يا خالد، ان شاء الله باذن الله. وانا عطلتكم لا، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك كابتن اشرف، وتحياتي لاحمد جعفر المحترم حبيبي. ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل يوم الخميس ماتش يوم الخميس الجاي يا رب ان شاء الله خير باذن الله. شكرا جزيلا للمستشار مرتضى منصور.